نخش على اللي بعده. معانا صدور فراخ بالسبانخ مقاديرها على الشاشه. صدور فراخ حسب عدد افراد الاسره. معانا سبانخ من خير ارضنا، سبانخ ورقيه اهي، وبصل وتوم وزيت زيتون. بصل وتوم وزيت زيتون وصدور الفراخ معانا. هنعملها مع بعض ازاي؟ لحظات بسيطه. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب؟ انا جاهز. نكمل؟ انا جاهز. حلو قوي. طيب عندنا المربى جاهز على النار، ده الطبيعي. صدور فراخ معانا، معانا السبانخ بنشتريها من المحل بتاع الخضار، بنروح على البيت نشيل الورق بتاعها، مش عايزه، بيبقى عندي ورق السبانخ بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. بنغسل السبانخ، الخضار، سبانخ، جرجير، خس، غسيل الخضروات الورقية قبل التقطيع مش بعد التقطيع. اكتب المعلومة دي الغير معلومة على باب التلاجة وعنوان في المطبخ كده، واستفيدي بحوائط المطبخ وتكتبي الجمل اللي بيقولها الشيف المغازي. وضع معلقة سكر على صوص الطماطم لنتخلص من الحموضة. وضع معلقة ملح صغيرة على السبانخ وهي بتغلى على النار بيخليها خضارها جميل ولطيف وزي الفل ما بتسودش. عدم إضافة عصير الليمون على السبانخ وهي على النار بيمنع السواد بتاعها والأكسدة بتاعتها، بتحافظ على خضارها. كل ده تكتبيها علشان تتذكريه وانت واقفة في المطبخ. السبانخ نفس الموضوع، الخضروات الورقية، جرجير، خس، سبانخ، ده بيتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. معانا الحلاوة والجمال من خير أرضنا، هنشيل الاستفند ده نخليه بعد الفاصل عشان أنا إيه أسأزه كله. أسأز يستفندي، ونشيل ده كده ونروق الدنيا معانا. وتعالوا نشوفه نعمل إزاي صدور الفراخ بالسبانخ. حلو قوي. والمربى بتاعتنا على النار بتغلي. أول حاجة كده بنروق، اللهم صل على النبي. أهو هناخد صدور الفراخ الحلوة بتاعتي مع الطاسة الجميلة اللي على النار دي كده. حلو قوي. أدي صدور الفراخ بنقطعها شرايح رفيعة كأننا بنعمل بيكاتا. إحنا عارفين صدور البيكاتا شرايح الفراخ تتقطع رفيعة تغلف بقليل من الدقيق والزعتر، وبعدين تتحمر في زبدة ويتحط لها الكريمه اللباني والمستردة وشويه زعتر. ادي كده قطعه من الفراخ، بتاخد الشرايح دي كده الرفيعه دي كده، اللهم صل على النبي. اهي صدر الفرخ عمل لي تقريبا 5 قطع، وناخد دي كمان عجباني، دي الموزه بتاعت الصدر نفس القصه. ده مضايقك في حاجة؟ نخليه هنا عينيا. ونفس القصة هنا. التقطيع دي مهمة. ونفس الموضوع أهو. حلو أوي. بمسك الصدور دي أتبلها تتبيلة لطيفة كده بالشكل ده كده. دول يكفوا كام تقريبا؟ عدد أفراد الأسرة 3 4 بألف هنا وشفا. هنتبلها تتبيلة سريعة من التوم. يا نعم. معانا التومة حلوة ناعمة اهي، وعند الطاسة بتسخن على ما تبل الفراخ بالتوم. حلو، شوية الزعتر الحلوين اللي معايا، اللهم صل على النبي. وعند المربى بتغلى على النار. أنا عايزك تجيب لي تفاصيل المربى بتاعت الاستفندي وهي بتستوي على النار، على النار هادية، علشان بعد كده هنعبيها ببرطمانات ونهديها للحبايب. ويا سلام لما تخبطها على الجار في بداية عام ميلاد جديد، في مشكلة، في الأولاد متخانقين مع بعض، في مثلا حاجة قدام باب الشقة ضيقت الجيران، التسامح إن إحنا بقى نبدأ سنة جديدة حلوة كده مع بعض والجيران والجار لجاره. الفراخ جاهزة معايا أهي زي الفل. حلو. زيت زيتون يا عم الشيف أهي. فراخ بالثوم والليمون. حلو قوي. معانا زيت زيتون على النار، والمربى بتغلى على النار. حلو. مكعب زبده لسرعه الاحمرار لصدور الفراخ الطبيعي اهو. وناخد صدور الفراخ بالشكل ده كده. الله، هو ده، هو ده، الله، هو ده بالشكل ده كده. الله. بديها طبعا تشويحه
او بديها صدمه ناريه تحميره صغيره سميها زي ما تسميها. السبانخ متحضره وجاهزه. امتى نعرف السبانخ؟ امتى نعرف الحديد؟ امتى نعرف الالياف الجميله؟ اهو نشيل دي من هنا خلاص ونروق على الكاونتر بتاعنا. النظافه يا اختي، ابداي سنه جديده كده تمسكي التلاجة ترتبيها، ادواتك في المطبخ ترتبيها، ايه اللي ناقص عندك تكتبيه في ورقه، ايه الزياده عندك تكتبيه في ورقه. حلو الكلام. الحاجات دي مطلوبه على فكره. في حاجات في المطبخ ممكن تتغير، يعني خلي بدايه سنه جديده كده كل حاجه يبقى فيها تغيير شويه. امسك التلاجه اعمل لها عمليه فلتره، عمليه هيكله، الحاجات اللي اشوف تاريخ الصلاحيه، الحاجات اللي في الديب فريزر اللي مركونه من شهر رمضان، لحمه مفرومه، سمبوسه، كل ده في البيوت المصريه وانا واحد منكم. نبدا نرتب كده ونقول سنه جديده يبقى كل حاجه في البيت كده نروقها ونغير عليها. هنسيب الفراخ تتحمر، معانا السبانخ. هنبدا طبعا ان احنا مش هننزلها على الفراخ دلوقتي خالص، لان في طريقه كده مميزه اقدم بيها صدور الفراخ مع السبانخ هتعجب حضراتكم ان شاء الله. للتفاصيل الصغيره لعمل صدور الفراخ بالسبانخ، اخبار المربى بص عليها اهي، هي قدام حضرتك اهي، تبص عليها كده عشان اغرفها دلوقتي في طبق اهوت جانبي. اللهم صل على النبي، تعالي يا مربى. صدور الفراخ هنا بتستوي، خش على صدور الفراخ. اتحمرت صدور الفراخ، نخليها كده ناخدها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. صدور الفراخ بالسبانخ. استاذ ريحاب استاذنكم مقادير صدور الفراخ تاني بالسبانخ علشان نشوف هنحمر السبانخ ازاي مكان تحمير الفراخ، هي دي التركايه. عايز تشوف الحمار والحلاوة؟ بص على الحمار والحلاوة عندنا. ايه الحلاوة دي؟ هو ده تمام؟ ايه الجمال ده؟ باخد الفراخ اخليها على جنب كده هسه. الله، واعمل ايه يا عم الشيف؟ بصلاية ناعمة اهو، مكان تحمير الفراخ. حلوة، فص ثوم ناعم، مكان تحمير الفراخ. ناعمين هو ده. التحميرة دي حلوة اهو كده بالشكل ده كده. ببدأ احط شوية بهارات من البابريكا والزعتر، حاجات لطيفة كده للسبانخ، يعني السبانخ ما تحبش الكمون خلي بالك، تحب الكزبرة، كزبرة خضر. السبانخ ما تحبش الكمون، واثق من كلامك يا شيف. تحب الكزبره الخضراء، الكمون بيخطف الانظار. طبق فول يحب الكمون، بس ما تحطيش الكمون على الفول وهو بيغلي، هيمرر لك الفول، ربنا يكفينا شر المرار خلي بالك. ما تيجي تحط شويه كمون حلوين كده على الفول عشان الغازات ومشاكل القولون، للي بيعاني من مشاكل الغازات والقولون مع الفول والبقوليات، اضافه الكمون بعد رفع شوربة العدس من النار وطبق الفول من النار، برضو تكتبيها عنوان كده في المطبخ عندك. عناوين في المطبخ هتنفعك، هتقف في صفك علشان تعملي أكل حلو يعجب ولادك وجوزك. البصلات اتحمرت، حلو الكلام. ننزل يا عم الشيف بالسبانخ. واحدة واحدة كده. ونرصها كده في قلب الإيه؟ الحل. كمان كل السبانخ هتحطها في باذن الله. اللي انتوا شايفينهم دول كلهم هرم من السبانخ، هرم من الحديد، اسطول من الحديد، بعد ما ياخد غلوه على النار دلوقتي والميه المتبخره هتهبط معانا ونشوفهم صغيرين جدا، وفي الاخر هنلاقي الفراخ هي اللي شخصيتها القويه. شفتوا؟ انا بس عايز مخرجنا الجميل يجيب التفاصيل هنا، نجيب الميه اللي هي بعد غسيل السبانخ، تعرفي ان انت ميه صافيه ازاي؟ زي الفل. الخضار اللي بتغسليه خاص، جرجير، سبانخ، لقيتي بعد ما بتغسلي الميه نظيفه وزي الفل، اعرفي لا في رمله ولا في طينه. احنا في الشتاء والعوامل الجويه في تراب طبعا، هواء، في اتربه، والخضار زي الجرجير، زي السبانخ، زي الكرنب، كل ده معرض للاتربه. طبيعي ان احنا هنغطيها، بس قبل ما نغطيها بنعمل حركه لطيفه كده
معايا الحله اللطيفه بتاعتي، باخد بوكيه جاردين منها كده شويه ميه، هم هنا اهو، اه هنا بس خلاص، واغطيها. يلا مع السلامه. حلو الكلام؟ اه. ونجيب الكسرولة بتاعتنا الحلوه دي كده. حلو. ونبدا ان احنا معانا صوص طماطم. عايز بقى ايه؟ ادلعها بقى السبانخ دي، خلي بالك. اه. باخد شويه صوص طماطم كده. هرسم لوحه فنيه. اه. حلو. شويه بهارات كده عليها. زي الفل. اخبار السبانخ ايه؟ اه. تقليبه مش هتشوفيها دلوقتي غير وهي ايه؟ صغيره. اه. ادي السبانخ. الله، بنجيب اللي تحت فوق كده. هبطت ازاي؟ سمع الصوت الحلو ده كده؟ حديد بقى والياف ومعادن، ده كله موجود في السبانخ. هبطت ازاي؟ بقلبها كده بالراحه. الله، ادي السبانخ على نار شديده، خلي بالك. البصلايه راحت. السبانخ دي لو عايزه تاكليها سلطه خضراء من غير ما تحطيها في النار ينفع، زيها زي الجرجير. عصير ليمون، مستردة، زيت زيتون، وتتبليها وبألف هنا وشفا. سبانخ ورقية سلطة. إخواننا الشوام اللبنانيين مشهورين بيها. حد بيقول لي حاجة؟ الله. الله أهي. باخد شوية من اللي أنا عملته ده كده. وأحطها هنا كده. الله. فين السبانخ يا شيف اللي كانت ماليه الحله؟ اهي. بمجرد ما بنقلبها خلاص اهي. شفتوا السبانخ وخضارها ولونها؟ اوعى تعصري ليمون على السبانخ وهي في النار. استاذنك معلش، ها؟ خالص، معلومه غير معلومه. عدم اضافه الليمون للسبانخ وهي ساخنه. وهي على النار، ايا كان. هتسود منك. وهيبقى شكلها وحش جدا. صدور الدجاج بالسبانخ وحقوق الطبع لدينا وبس. الدجاج يتاكل كده زي الفل. اه مقرمش. شوفي بقى التركايه دي، شوفي التركايه دي، وصلي على الحبيب قلبك يتب. بص 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 على الحلاوه. انا عايز دول دول، هم دول هم دول. اه حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ببساطه خالص ناخد الباقي ده كله. اه. وناخد بقيه السبانخ. يا ويلي يا ويلي، كلها حديد، كلها حديد اهو على الوش. عايزه تحط جبنه؟ اهلا وسهلا. احنا بنعمل اكل صحي فبنهرب من الدهون، زبده، جبن بقدر الامكان. ولكن اكله زي دي ما فيش مانع لو حطينا عليها شويه جبنه بارميزان مبشوره او موزاريلا او شيدر، بس ايهما افضل يا مغازي؟ الامانه بالله عليك، الامانه شويه جبنه شيدر. قللت الملح شويه. اوعى البهريز، اوعى الحديد، هو ده. اه. على فين بعد كده؟ على الفرن. الله. والصوره الحلوه من خير ارضنا سبانخ تتحدث عن نفسها. اه. ايه الحلاوه دي مخرجنا الجميل؟ ايه اللطافه دي؟ ايه الحلاوه دي وايه اللطافه دي؟ بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده. ترسم لوحه فنيه. جزر مسلوق عندنا حطيته مع الوش برزنتيشن. هناخدها زي ما هي كده ونحطها في الفرن تقريبا من الوقت يعني نقول 10 دقايق اهي. تعالي يا حلو، لو حطيتي جبنه موزاريلا ماشي، لو عايزه مش عايزه تعمليها رجيم او هيلسي حطي معلقتين من الوايت صوص البشاميل، بس هنا لها مسمى تاني، سبانخ جلتان بالدجاج. شفت بقى ازاي الموضوع؟ معلقتين وايت صوص غيروا الاسم. اه هنحطها هنا اهي. يلا نقول لها باي باي. بص على ايه الحلاوه، الصوره تسبق الحديث. او نشوف اللي في الفرن، هو ده الكلام. نشوف ايه اللي في الفرن مع بعض. اه افتح يا سمسم. بص على الحلاوه قبل ما تطلع من الفرن. بص على حلاوه السبانخ مع صدور الفراخ مع الخبره الطهويه قبل ما تطلع من الفرن. ايه الحلاوه والجمال ده؟ اه
الطبق كله عناصر غذائيه، معالج انيميا، نقص حديد، معانا حديد في السبانخ. بس اهم حاجه اوعى تعصري ليمون على السبانخ وهي سخنه، اكتبيها عنوان على باب الثلاجه عشان الخضار والحلاوه دي يبان قدامك على السفره. اهو الله، هنا ده مكانها. حلو قوي، نقفل الفرن.